استاذن فضلتك، نبدأ الرحلة من من كتب الله الله من كتب له الله فريضة الحج هذا العام وأداء هذه الفريضة. إن شاء الله هيبدأ قبل سفره، إن هو هيلبس هيعتمر من البيت إن شاء الله، أو هيلبس يعني ملابس الإحرام في البيت. لسه في حاجات قبلها. قبلها. طيب قبلها. نبدأ من قبلها بأنواع الحج. نمرة واحد، يجب أن يفهم من أراد الحج أنه ذاهب إلى ركن من أركان الإسلام. نعم. وأن هذا الركن عظيم وأن أثره بليغ في حياته وعند الله في الأرض وفي السماء، فيجب عليه أن يكون على المستوى أن يذهب. هذه ليست رحلة سياحية وليست رحلة ترفيهية وليست رحلة استكشافية، هذا نوع من أنواع الجهاد. حتى قال لما عائشة سألت سيدنا صلى الله عليه وسلم حرمنا الجهاد يا رسول الله، انتوا بتقولوا على الجهاد ده حاجة، يعني حاجة تانية، والقتال في سبيل الله دفاعا عن الأوطان ودفاعا عن العرض والشرف والحق، يعني اللي بيموت يبقى شهيد يدخل الجنة من غير حساب. طب وإحنا فين؟ قال جهادكن الحج. الحج جهاد المرأة. الست دي اللي رايحة الحج ما هيش رايحة تتسوق تعمل شوبينج هناك وتيجي، ما هيش رايحة علشان ترى الرفاهة وتاكل الصبح سيمون في ميه وبالليل تاكل مارون جلاسيه، لا، دي رايحة في فعل يساوي الجهاد. الجهاد ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه اجهاد وبيبقى فيه صعوبة وتحمل، فيه طبعا تحمل، ويبقى فيه شفافية ويبقى فيه رقي في هذا المجال. إذن الحج ليس رحلة ترفيه، فعليه أن ينوي هذا. نمرة اتنين، يكون على حد المسؤولية. يعني ايه؟ يعني لابد أن ينهي خصوماته مع البشر ما ويرد المظالم. الأساتذة دول اللي بياكلوا ميراث البنات، أرجوكوا قبل ما تروحوا الحج علشان يأتي الحج ثماره معكم عند الله وهتروا ذلك بركة كده، ادوا للبنات الميراث بتاعها. اللي واكل حد اللي واكل حق حد المغتصب حتة أرض جنبه كده، أو مبلطج مع أهل الأرض الأساسيين، أو بيماطل في دين مثلا، أو بيماطل في دين. يا أخوانا الدنيا مش هتسوى حاجة، الكفن ملوش جيوب، أرجوكم ردوا الحقوق إلى أصحابي قبل بقى إيه حكاية الإحرام وحكاية الاغتسال وحكاية الركعتين وحكاية كذا، ده إجراءات الحج. لكن قبل كده يجب أن تتقدم إلى الله سبحانه وتعالى برفع الخصومة، ببر الوالدين، بصلة الرحم، بجارك اللي زعلان منك ده يجب انك تصالحه وتمشي كده وهكذا. لا. فتكون متهيئا بإخلاص، شوف الكلمة هي بإخلاص، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، بإخلاص تجاه الحج. نعم. ادي دي نمرة واحد. نعم. رد المظالم، صلة الرحم، رفع الخصومات وهكذا.